لبنى هتقتلكوا يا يحيى كلكم. طلعني بقى مجنونه بما ان رجلك راحت على المستشفى. انت عارف بيقولوا عليك ايه في اجتماعات امانه النفسيه؟ طول ما احنا مع بعض محدش هيعرف يفرق بيننا. امين ولاد الرزق يبقوا اسود عين السيره الاربعه. حالته صعبة جدا. بيشرب سجاير ولا بيكلم بنات؟ عيب. ايه الصاروخ دي؟ وانا قدك كده سرقت برش من كلثوم. ايه؟ على كده بقى لما غني اكادو اشك فيك اتشكى فيك انت. انا مش متربي. الكرسي هيقعوا انا كمان هقع. خايف عليا ولا علي؟ لو قتلك هموت. موتك ما يكفنيش. الفرعون اله قوي. الزمن واللي بيوريه لنا هو الأستاذ الكبير. عايز غزية أمي ست الستات. كل ما ببوس في وشك بحس إنه شحات. أنا مش هتجوز البنت بتاعت الموالد دي. أنا عايز أغني وبس. دول 5 مليون جنيه. أبويا وأبوك وأمك مسعورين على الفلوس. هو عشان اسمه سيكو افتكرتيه أجنبي؟ ده اسمه سيد. حلوة ماشية